التوبولوجي اللي ظهر قدامي دي طبعا انا هبنيها باستخدام الباكت تريسر. عندي اللوكال نتورك بالسويتشز اللي ظهر قدامنا، طبعا في عندي ريدندنسي بين التو كورس، بعدين عندي 2 اس اي هيبقى موجودين على الباوندري او على ما بين الانترنال نتورك والاكسترنال نتورك متمثله في الاي اس بي. طبعا عندي 2 راوترز بيربريزنت الانترنت سيرفيس بروفايدر. بعدين هيبقى عندي كمان على الطرف الاخر عندي كلاينت اللي هو اللابتوب ده، هيحاول ان هو يكونكت على الانترنال نتورك. طبعا الكلاينت ده موجود ريموتلي اوتسايد الانفايرمنت بتاعتي او الكمباني، وهيحاول ان هو ريموتلي يكونكت على الانترنال نتورك عندي. طبعا ار1 اللي بشاور عليه ده بيربريزنت ريموت برانش، بحاول ان انا كونكت عليه من خلال الفي بي ان، بلس ان انا عندي اكسس سويتشز. الاكسس سويتشز دول عددهم 3، هكريت عليهم الأربعة VLANs الموجودين قدامي. الأكسس سويتشز دي هيشتركوا كلهم في الأربعة VLANs، VLAN 10 20 30 40. VLAN 10 طبعا هيبقى الاي بي بتاعها 192.168.10، نفس الكلام بينطبق على VLAN 20 هيبقى دوت 20، VLAN 30 هيبقى دوت 30، VLAN 40 هيبقى دوت 40. عندي في نهاية التوبولوجي من تحت ال peripheral devices أو ال connection أو connected devices اللي هي simulate التوبولوجي اللي ظهر قدامي، بداية من ال PCs أو ال webcam أو حتى أول حاجة هبدأ بيها ال configuration هنا هي ال access switch رقم 1. هبدأ أعمل عليه ال access ports وحتى ال trunk ports. دي الأربعة access ports connected مع ال peripheral devices. هعمل show running configurations عشان أبدأ أشوف الconfiguration دي اللي هي فاست إيثرنت 0/13 وهكذا، يعني هعملهم كلهم access ports باستثناء ال two switches الواصلين ما بين access layer وال distribution أو حتى ال core layer على ال topology. طبعا اللي بشاور عليها دي هي ال access ports اللي هي interface فاست إيثرنت 10 و11 و12 و13 بلس انترفيس جيجا بت ايثرنت 0/1 و0/2، دول الترانك بورتس عشان كده عملتهم سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت ترانك نيتيف فيلان 99 في الحاله دي. طبعا الكونفيجريشنز اللي هتتعمل على اكسس سويتش 2 او حتى اكسس سويتش 3 هيكونوا كوبي بيست من الكونفيجريشنز اللي هتتم على اكسس سويتش رقم 1، مع العلم انه الفيلان 99 كانت في الحاله دي هي نيتيف فيلان. طبعا زي ما انا قلت السويتش اكسس سويتش 2 او حتى 3 هيكون عليهم نفس الاكسس بورتس الكونكتد مع البريفيرال ديفايسز او حتى ترانك بورتس الكونكتد مع الكور لاير. نفس الكومنز هعملها هي بالكرييشن بتاع الفيلانز او حتى الكرييشن او الكونفيجريشنز الخاصه بالسويتش، وبعد كده هتنقل الكومنز او الكونفيجريشنز الخاصه بالكور سويتشز. هاخد هنا هبدا بالكور سويتش اللي انا بشاور عليه ده، مع العلم انه كل البورتس الموجودة على الكور سويتشز سواء الانترفيسز الواصلة مع الاكسس سويتش او حتى الانترفيسز الواصلة مع الابر لاير كور سويتشز كلها من النوع ترانك، وهتكون في الحالة دي ترانك نيتيف للفيلان 99 زي ما ظاهر قدامي في الجراف. انترفيس بورت شانل سوري انترفيس جيجا بت ايثرنت 1/0/2 3 1 و2 و3 و4 و5 وكمان 6، لان عندي 3 انترفيس مع الابر لاير و3 انترفيس مع اللور لاير، دول اللي انا بشاور عليهم مع الكور رقم 1، وفي كمان ترانك بورتس واصل مع الكور سويتش. طيب كده انا خلصت الترانك بورتس او حتى كل الانترفيسز الموجوده عندي، باقي لي الانترفيس بورت شانل 2. بورت شانل 2 هي الايثرنت شانل الكرييتد مع بورت جيجا ايثرنت 1/0/5 و/6 ما بين الكور لاير اللي انا بشاور عليه دلوقتي والابر لاير كمان. عملتها على البورت زي ما انا قلت 5 و6، وعملت المفروض ان هي نيتف فيلان هي 99 هي الموجوده هنا. وبعد ما خلصت الكونفيجريشنز عملتها المفروض ان هي تبلونج لبورت شانل 2 من خلال الكوماند اللي انا شاورت عليه دلوقتي. كده انا خلصت الكونفيجريشنز الخاصه بالاكسس او سوري بالكور سويتش الاول. هبدا اعمل نفس الكوماندز بنفس البورتس بنفس كل حاجه حتى بما فيها البورت شانل على الكور رقم كور سويتش الثاني. بعدين هتنقل الابر لايرز. الابر لاير بس هتختلف في حاجه واحده، نفس البورت طبعا هتكون ترانك في كل الاحوال، مع مراعاه ان انا هضيف الاتش ار ار بي او ريدندنسي
من خلال 4 بورتس مع الكور رقم 2. ده هيبقى الاختلاف ما بين الكور دي، الكور اللير اللي قبله والكور لير اللي انا موجودة عليها دلوقتي. انا ستيل موجودة في الكور سويتش رقم 1 اللي انا بشاور عليه دلوقتي. عندي ترانك بورتس ما بين وما بين اللي هي بورتس 5 وبورت 6، دول موجودين في بورت شانل 1. وعندي بورت 1 و2 و3 و4 اللي هم هيكون بورت شانل 2 ما بينه وما بين السويتش على اليمين اللي هو كور سويتش 2. كل الاربع بورتس دول او حتى التو بورتس اللي تحت مع اللور لير كل دول هيكونوا ترانك بورتس باستثناء التو بورتس اللي موجودين فوق اللي هم احنا قلنا 1 و2 و3 و4 و5. 1 و2 و3 و4 تمام، و5 و6 كمان 7. يبقى عندي بورت 8 و9 دول هيكونوا اكسس بورتس الوصلين مع ال ASA من ال upper layer من التوبولوجي اللي ظاهرة قدام. تمام، فبالتالي عندي 2 channel 2 port channel channel 1 و channel 2. عندي هنا اهي بورت 1 و2 و3 و4 هي بلونج channel group 1، وبورت 5 و6 هي بلونج channel group 2. و في عندي بورت كمان وصل في الريدنك مع الكور سويتش اللور لير، ويبقى عندي بورت 8 و9 هما الوصلين على الـ ASA1 والـ ASA2 من ناحية الكور سويتش زي ما ظهر قدامي في التوبولوجي. انا كده تقريبا شبه خلصت كل الكونفيجريشنز الموجودة على الكور سويتش رقم 1، وطبعا هينطبق نفس الكلام على الكور سويتش رقم 2 بنفس الانترفيسز من ناحية بورت شانل 1 وبورت شانل 2، ادي بورت 8 وبورت 9، هيبقى سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت نو نيجوشييت. كده انا خلصت الكونفيجريشن سواء بالكور سويتش رقم 1 و طيب انا دلوقتي هبدا اعمل الكوماند لاينز الخاصة بالانترفيس فيلان. اول حاجة هبدا بالانترفيس فيلان 10. بالنسبة للانترفيس فيلان 10 هيبقى عندي 2 IP addresses. هيبقى عندي physical IP address والvirtual IP address. تمام، اول حاجة هبقى اكتب كده interface VLAN 10، طبعا ده الماك address. المفروض الكوماند اللي بعده هو الـ IP address للphysically والstandby او الvirtual IP address، طبعا ده الphysical اللي انا بشاور عليه وده الvirtual والstandby او الvirtual IP address. نفس الكلام هينطبق على باقي الفيلان سواء فيلان 10 او 20 او 30 او حتى 40. واللاير اللي انا واقفه عليها تاكت كديفولت جيت واي لكل الديفايسز الموجوده عندي في الانترنال نتورك الموجوده او في التوبولوجي اللي ظاهره قدامي. تمام، كده انا طبقت كل الكلام على باقي الفيلانز بدايه من فيلان 10 او 20 او حتى 30 40. دي الديفولت روتس الموجوده عندي. المفروض ان الديفولت روتس دي هتضاف على الكور سويتش رقم 1. السطر اللي انا واقف عليه هو الخاص باللوجينج. لو في اي ديفايس حاول ان هو يعمل لوجينج المفروض ان هو بيرمي اللوج ده على اللوج سيرفر او السيس لوج سيرفر اللي انا بشاور عليه في نهاية التوبولوجي على الشمال تحت، وده اللي هو السيس لوج سيرفر. فلو انا هحاول اعمل التست ده هعمله، طبعا دي التايم ستامبس او دي الكوماندز برضو باقي الكوماندز الخاصه بالسيس لوج سيرفر. هحاول اعمل تيست للسيس لوج سيرفر ده دلوقتي حالا بان انا اعمل اي كوماند واعمله اندو او اشيله فورا عشان اشوف هل السيس لوج ده او لوجينج سيرفر هيسمع فيه الكوماندز اللي انا عملتها او لا. طبعا عشان ادخل على السيس لوج هدخل من خلال السيرفيسز. هرجع تاني مثلا وليكن الكور سويتش رقم 1، دلوقتي هعمل مثلا اي كوماندز كونفيجر تيرمينال انترفيس لوب باك 1، وهرجع اعمل نو انترفيس لوب باك 1 بما اني في سيسكو طبعا، وهشوف هل الكوماندز دي سمعت في السيس لوج سيرفر او لا. تمام، دي كل الكوماندز او دي كل السيس لوجز اللي سمعت على السيس لوج سيرفر. بعد كده الخطوه اللي بعدها ان انا هتنقل للكور سويتش رقم 2. في طبعا هكرر نفس الستبس بدايه من الانترفيسز وصولا للانترفيس فيلانز زي ما عملتها بالظبط على الكور سويتش رقم 1. هعمل شو رانينج كونفيجريشنز، لقيت نفس الكوماندز بدايه من انترفيس بورت شانل 1 بورت شانل 2، وكمان هعمل اساينمنت للتو انترفيسز اللي هم 1 و2 و3 و4 في بورت شانل 1 وبورت 5 و6
بورت شانل رقم 2، وما ننساش ان التو انترفيسز اللي هما 8 و 9 الواصلين مع ASA1 و ASA2 دول كانوا سويتش بورت مود اكسس. طبعا هكرر نفس خطوة اللوجينج مع الكرييشن بتاع الفيلانز، سوري نسيت اقولها، دي الانترفيس فيلانز 10 و20 و30 و40 مع كمان خطوة الديفولت روتس ضفتها في الاكسس سويتش رقم 2 زي مظاهر قدامي بالظبط، واللوجينج سيرفر زي مظاهر هو 192.168.30.254. بقي لي بس خطوة ان انا اضيفها هي الفيرشوال اي بي او الستاند باي اي بي في كل فيلان. في انترفيس فيلان 10 هضيفه، كمان هكرر نفس الخطوة 4 مرات في فيلان 10 20 30 وكمان فيلان 40. بعد ما اعمل الخطوة دي المفروض ان انا اعمل او اتأكد من خطوة الروتس هل هي مضافة او لا. الروت الاول كان هيكون من خلال الـ ASA1، والروت التاني من خلال ASA2. عملت شو رانينج كونفيجريشن، لقيت ان الكومنز الخاصة بالفيلانز او الستاند باي فيلانز اوريدي اتضافت تمام، وهنا ظاهر قدامي الكومنز الخاص بالروتس او الستاتيك روتس بمعنى اصح. تمام، هنا دخلت على السيسلوك سيرفر عشان اشوف الكومنز او التشينج اللي انا غيرتها سمعت في السيسلوك سيرفر او لا. طب في هنا رقم 2 في السطر الثاني او في الروت الثاني، ده عبارة عن المتريك، معناها ان البريفيرد روت في الحالة دي هيكون من خلال ASA رقم 1. تمام، ده معناها انه البريفيرد روت هيمر من خلال ASA رقم 1. بعدين لو تلاحظوا ان ظهر عندي في التوبولوجي VLAN 1 اللي هي الاخذ الاي بي ادرس 172.16.0.0/28. طيب الاي بي ادرس او الفيلان دي هتكونكت ما بين الاي اس اي ومن ناحيه، ومن ناحيه تانية هي الكور سويتشز. انترفيس فيلان 1 زي ما خدنا بالنا هي 1.4/28 بمعنى اصح. ففي الحاله دي انترفيس فيلان 1 على الكور سويتش الاول كان اخد .3، على الكور سويتش التاني كان اخد .4، يبقى هنا .3 وفي الناحيه التانية كان .4، يبقى .1 على الاي اس اي 1 و.2 على الاي اس اي 2. تمام، انا هنا هو واقف على الكور سويتش رقم 1 كانت اخدت انترفيس .3. فبعد كده هتنقل للكونفيجريشنز الخاصه بالاي اس اي. تمام، المفروض اول ما ادخل على الاي اس اي اكتب شو رانينج كونفيجريشنز، فبالطبيعي ان انا هشوف الانترفيس فيلان 1 اخدت .1 اهي. تمام، زي ما قلت في البدايه بيبقى ان هي /28، يبقى .1 .2 بالترتيب كده اي اس اي 1 واي اس اي 2 ودوت 3 ودوت 4 كانت كور سويتش رقم 1 والكور سويتش رقم 2. بعد كده هتنقل خطوة الانترفيسز، انا ستيل موجودة على ASA. فلو تلاحظوا ان الفيلان 1 على ASA كانت اخدت انترفيسز فاست ايثرنت 0/0 وفاست ايثرنت 0/2. المفروض ان التو انترفيسز دول امبليسيتلي انكلودد في الفيلان 1 من ناحية ASA 1. نفس الكلام هينطبق على ASA 2. الاي اس اي 2 لو دخلت على الرننج كونفيجريشنز عندي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 وانترفيس فاست ايثرنت 0/1، الاثنين هيكونوا امبليسيتلي انكلودد في الفيلان 1 من ناحيه اللور لايرز. اهو عملت تشيك على الرننج كونفيجريشنز، لاحظت الانترفيس فيلان 1 متكررتها واخده الانترفيس .2 من ناحيه اي اس اي 2، وانترفيس فيلان فاست ايثرنت 0/0 و 0/1 اتاكدت ان هي من الناحيتين امبليسيتلي انكلودد في الفيلان رقم 1. باقي عندي تو انترفيسز اللي كونكتد مع الابر لايرز، لما فاست ايثرنت 0/3 و 0/4. 0/3 هي بيلونج فيلان 30. تمام، فيلان فاست ايثرنت 0/2 بيبلونج فيلان 2، و فاست ايثرنت 0/3 بيبلونج فيلان 3. طبعا انا دلوقتي موجوده على الاي اس اي رقم 2، يبقى عندي ده الانترفيس الاول وده الانترفيس التاني اللي هما فيلان 2 وفيلان 3. هتنقل بعد كده للاي اس اي رقم 1، انترفيس فاست ايثرنت 0/2 وانترفيس فاست ايثرنت 0/3. 0/2 بيبلونج فيلان 2 وفي 0/3 بيبلونج فيلان 3، ودي الاي بي ادريسز بتاعه فيلان 2 10.10.10.2 و 20.20.20.2، ده في حالة الـ ASA رقم 1.
وال ASA رقم 2. المفروض بعد كده ان انا اشوف ال default او ال static roots. ال static roots في الحالة دي كان عندي 3 static roots, source inside و outside. في حالة ال inside كان عندي 2 static roots. عندي هنا 2 static roots عشان انا عندي في الطابور الجديد 2 gateways وعندي 1 root بس ان انا اقدر اكسس من خلاله الانترنت. مش بس ان انا اكسس الانترنت, ممكن ان انا اكسس remote branch او حتى remote client. ده بالنسبة لل static roots. محتاج ان انا اعمل inspection policy, اقدر اسمح للبروتوكول البنج او ال ICMP بنج ان هو يباص من خلال ال ASA من خلال الجلوبال بوليسي اللي ظهر قدامي. طبعا الكومنز الخاصة بال ASA كان شرحت في ليكتشر مستقلة. دي بالنسبة للكرييشن بتاع البوليسي ماب كريتها اسمها جلوبال بوليسي. عملت انسبكشن ديفولت وانسبكت على ال ICMP باكيتس. من غير الكومنز دي مش هقدر ان انا اباي باس البينج باكيتس من خلال ال ASA. بعد كده هبدأ اتنقل الكومنز الخاصة بال VPN configurations على ال ASA مع R1. دي الكومنز الخاصة بالقصة دي. فبالتالي انا دلوقتي عندي VPN connection ما بين ASA firewall سيسكو firewall والراوتر رقم 1. دي طبعا ال access list اللي تمت. الكومنز اللي بعد كده هبدأ ان انا اكريت ال object networks الخاصة بال VPN ما بين ال source و destination. السطر الاول بيربريزنت ال source والسطر التاني بيربريزنت ال destination. في الحالة دي انا عندي اللي هو اللابتوب ال client VPN بي access ال remote network. في الحالة دي كانت 172.16.100. نفس الكومنز هتتنقل زي ما هي بالضبط على ال ASA 2 بدءا من الـ Object Network سواء الـ Local Subnet أو حتى الـ Remote Subnet. الـ Local Subnet 192.168.0.0 أو حتى الـ Remote Subnet 172.16. كمان هعمل الـ Access List, كمان هعمل نفس الـ Commands الخاصة بالـ Static Routes على الـ Inside Network أو حتى الـ Outside Network. نفس الـ Commands على الـ ICMP Inspection Rules أو حتى الـ VPN Configurations اللي انا بشاور عليها دلوقتي. المفروض ان استبل بعد كده ان انا اتنقل الكونفيجريشنز الخاصة برقم ب R1. لو ادخل على CLI interface الكوماند اللي هكتبه هو show running configurations عشان اشوف الكونفيجريشنز اللي تمت ايه. اول حاجة محتاجة ان انا اعملها على راوتر رقم 1 هما ال 2 commands دول. interface هيبقى من خلال ASA رقم 1 والانترفيس التانية من خلال ASA رقم 2. دول الـ IP addresses اللي انا بشاور عليهم دلوقتي اللي هو crypto map. بعد كده الكوماند الخاص بالset peer اللي هو 20 و 30. هعمل configurations الخاصة بالجيجابيت ايثرنت والسيريال interfaces سواء 0 على 0 او 0 على 0 على 0 في كيس الخاصة بالسيريال. بعد كده الكوماند اللي هو الديفولت روت اللي هو الديستنيشن او الجيت واي 50.50.50.1 والاكسس ليست على رقم راوتر R1. بعد كده هتنقل الكونفيجريشنز للراوترز FA1. عندي 3 انترفيسز 2 خاصين بالانترنال نتورك والسيريال خاص بالوان نتورك. انترفيس الخاص بال 2 انترفيس الخاصين بالانترنال نتورك هما فاست ايثرنت 0/0 و 0/1 والسيريال. بعد كده الروتس دي خاصه بالوان نتورك و 2 انترفيسز او 2 روتس خاصين بالانترنال نتورك. الستيبل بعد كده انا هتنقل للاي اس بي راوتر. هدخل اول حاجه على التيرمينال والكوماند هقول له show running configurations. لاحظ ان انا عندي هنا 2 سيريال 2 انترفيسز جيجابيت ايثرنت 0/0 و 0/1. دي الروتس الخاصه بال ISP راوتر اللي انا موجوده عليه دلوقتي. اول خطوه من خطوات التست ان انا هدخل على البي سي 1 وابدا ابنج على الجيت ويز والسيرفس الانترنت. اول بنج هعمله على الفيلان 10 10.10.10.1.
تمام تمام جدا كده البنك سكسسفول مفيش مشكله باستثناء بس اول باكت حصل لها دروب. لو كررت نفس الكومنت تاني مش هلاقي اي دروب باكت موجوده. وبعد كده هبدا ان انا ابنج على الاي بي التاني وليكن مثلا بلال 20، فهبدا اكتب كده بنج على 20.20.20.1. ده اللي هو الانترفيس اللي انا بشاور عليه ده بالظبط في التوبولوجي. تمام كده البنج سكسسفول مفيش مشكله. ده انا كده عملت البنج من استخدام بي سي 1. بعدين هبنج على 172.16.0.1 172.16.0.1. اول باكت بس حصل لها دروب، ده في حالة 172.16.0.2. حلو جدا كده بنج تمام مفيش مشكلة. تمام فأنا كده قدرت ان انا ابنج على البيلان 172.16 كده مفيش مشكلة بالنسبة لي. الاي بي كونفيج لاحظت ان انا اخدت الاي بي 170.168.10.10. بعد كده ابنج على 192.168.10.3 successful. كل ده انا بتست من بي سي 1. لو عملت على 172.168.10.1 طبعا احنا عرفنا تقسيمة الاي بي هات في لان 10 ما بين كور 1 وكور 2 يبقى 10.1 و10.2. طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا اتست من ناحية اللابتوب اللي هو كلاينت بي بي ام، هبنج عليه وليكن 172.16.100.10. حلو جدا كده البنج سكسسفول من ناحية البي سي 1 لوصولا للكلاينت في بي ان اللي هو بريبريزنت اللابتوب الموجود عندي في التوبولوجي. طب انا محتاجة اشوف انهي باص انا مشيت عليه، فبدل ما استخدم بنج هعمل تريس روت على 172.16.110. ده الباص اللي انا مشيت عليه بداية من 192.168.10 172.16.01 50 50 50 2 172. ده اللي هو اخر اي بي، ده اللي هو الاي بي بتاع الكلاينت او الريموت بي سي او الريموت لابتوب. كده انا مريت على الكور رقم 1، بعدين على الاي اس اي رقم 1، والخمسين ده اللي هو السيريال ما بين راوتر 1 والاف اي 1. كده انا عرفت الباص اللي مرت عليه الباكت من بي سي 1 ووصولا للكلاينت في بي ان الموجود عندي ريموتلي وكونكتد مع البرانش الموجود في التوبولوجي اللي ظهر قدامي. تمام كده يبقى وصلت الباكت من على الباص ده بالظبط، كور سويتش رقم 1 وبعدين اي اس اي رقم 1، وبعدين عدت على الباص ما بين التو راوترز ار 1 واف اي 1 زي ما انا بشاور عليهم بالظبط في الجراف كده. وبكده تبقى التوبولوجي بتاعتي سكسسفولي تمام مفيش مشكله ان انا بتست باستخدام الاي اس اي. طبعا اتش اس ار بي انا شرحته في لاب مستقل ما بين التو كور سويتشز. ولو انا دلوقتي واقفه على ار 1 وكتبت شو كريبتو اي بي سيك، هنا لاحظت شو كريبتو كي او حتى الكوماند التاني. بستخدم التو كومنتس دول عشان اشوف عدد الفي بي ان باكيتس اللي مرت على الباص ده، اقدر اكرر نفس الكومنت على اس اي شو كريبتو اي بي سيك او حتى الكومنت. تمام هنا الباكيتس كانت 21 باكيت. اوكي تمام اقدر طبعا لو انا عملت بينج مرة تانية فعدد الباكيتس هيتغير تأكيد. يعني انا بنكت من بي سي 1 وكررت نفس الباكت نفس الكومنت مرة تانية، كده عدد الباكتس اتغير، كان في البداية 21 بقى 25. اوكي كده اتمنى يكون اللاب سهل وبسيط.